السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم بيوم جديد وفيديو جديد، وطبعاً نسلم عليكم ونخلص المحمد. بدنا نفتح لها شوي، نهويها، جو براد برا، مغيمة شكلها راح تشتي. طبعاً الله بصراحة محمد يا اخوان ايش فيه؟ والله ما انا فاهم ايش فيه؟ يعني ما فيش دعمنا بلايك، لايك يعني بدناش نقول رفعات، بس بدنا لايك على المقطع خلاص، بدنا نشوف مين اللي بيحبونا. واللهم صل على سيدنا محمد، بدنا نصل 1000 يا اخوان. خلاص قررت يعني لازم نصل 1000. يعني اكثر من مره اقول لكم لا مش مستاهل، ببصر ايش. فبدنا نصل خلاص يا اخوان، يعني كفو. مش عارف ايش في ايش بصير، يعني في شيء يعني مش مزبوط. عادي بتقدر تعلق لي بالتعليقات، تقول لي مثلا في عندك غلط الفلاني، واحنا ان شاء الله بنعدل منه يعني. فهسه راح نتركه مع تطلية المخاليف، نبزر لها شوية علف ونطلع الفراخ مع بعض. طبعا اليوم راح نطلعها بكير عشان لا في شمس ولا شيء، مغيبة، بس بدنا نطلعها تساعد زي ما نقولها عشان ما نظلمهن. نبزر لهن، نهتم فيهن، نهويهن، وبعدين بنطلع الفراخ. خلوكم معنا واحد بواحد يا اخوان. تح 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 تح. يا صغيري حمام جفلان يضل كيف؟ صقر. تح 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 تح. خلينا نبزر لها شوي عشان تطلع كلها. تح تح تح. طبعا لبسنا كمان مخلف، هذا لبسنا جديد مش عارف يمشي حرام. طبعا هند وطيرته رجعن لي خلص، بدي انطل الشاف فرخين بدالهن. خلص تعال مسوي انطل سيدنا محمد بوق الاربع، بوق يعني عندك تقول صار بوق الثلاث. اللهم صل على سيدنا محمد. سبحان الله، الواحد فرخه بشوفه كل ما يكبر شوي بشوفه احلى احلى واحلى. تح تح. تعي مسود مسود، عيبته بس صبحته عريضة. والله بسم الله ما شاء الله وجهه حلو. تحت 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 تحت. جبنا سيرته عكت معه، خليته تهوى تطلع تنشر. يعني مش كله اكل 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 اكل، خليها تتنشر. طبعا ان شاء الله بدي رايكم، يعني افكر بهالسلافه اني مثلا هذا كله بدي افرطه. طبعا اعذروني شوي هيك شوي تريش وماريش عشان هذا الفراخ بترمي. هذا كلياته اقيمه وارجع اعيد، يعني ارجع اسويه بنظام احسن واعلى واعمله للسقف. شو رايكم؟ اعطوني رايكم بالتعليقات. بدي ارفعه كمان ابو 30 سم عن الارض عشان التنظيف. بتغلب شوي بالتنظيف، وبدي اعمل النظام مربع والباب يكون من النص عشان اعرف انظف. شو رايكم؟ بدي اعمله لفوق عشان السنه هاي نكون جاهزين للزق. فاعطونا رايكم انه نخليه على نفس النظام هذا ونرفعهم، ولا نقيم نعمل نظام ثاني، يعني مثلا الباب بالنص يجي. والله لو انه شو اسمه يتوفر ما عندي خشب، يعني حاب اعملهن جرارات، نظام جرار، بس انه شوي الخشب مش متوفر. يعني بتغلب لما اجيب خشب بعيد عن الخشب كثير. فبدنا هاي رايكم فيها عشان نشتغل كل شيء على سطحنا، يعني سطح وسطحكو مع بعض. طبعا هاي الفراخ واخوي الصغير بطعمي فيهن، علق بالشغله هاي.
تح 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 اخوان خلاص يعني لا توصلونا الألف يعني نتمنى يعني عندي 650 واحد يعني لو كل يعني لو كل اثنين جابوا واحد نصل للألف بخلال يوم ناش نقول أقل وهي الدنيا بترشر الشيكة فيها ترشرش خفيفة إن شاء الله تشتي عليها الدنيا عشان إيش لا نشتعل تشتعل عليها شوية الدنيا هاي بنحبسها ونطلع الكبار يعني بتكون اليوم ما فيش كش فراخ تكون يوم استراحة إلها الفراخ شو هذول بلديات بلدي عبيان إن تح 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 طبعا في طيرتين كشفن عندي امبارح واحدة من البلاشكا الحمر و طيرة بلجيكية زرقاء كنت محضنها البيضة الأولى يعني برضو هاي لو اني خليتهن البيضتين بطلعن طواير يعني عشان قلت لواحد مستحيل بطلعش عند حدا طواير أهم يعني ذكورة بطلعن أما الطواير ما بطلعن سبحان الله صارت عندي طلع يعني صار يطلع في عندي طواير بس الحمد لله رب العالمين انه الأغلبية فحولة الإخوان الأغلبية فحول تح 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 فرجيكم إياها في اثنين لبست خلخيل امبارح اللهم صل على سيدنا محمد هذول كشفن فحول اثنين إخوان بس واس غاد يعني طاشات تح 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 فيش إشي من هنا لا هذا واحد أيوه هذا البلجيكي هيك ثوب كشامرة لابس حمر هذا امبارح لبسته وين اخو 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 كول بعشر ايوه هار ازرق بعشر هاي مش عارف يمشي بعد تح 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 خلي يا اخوان هسه بنحبسها وبنطلع الفراخ نكشها راس خفيف لطيف عشان ما تتكسرش الفراخ تكسر بيوم وليله يعني بس هيك تطير لها بس 10 دقائق وراح تشتي عليها الدنيا راح نفتح الحمام كله هاي راح نحبسها هسه نحبس وين حبسنا هذيك بنطلع هاي طبعا الدنيا بترشرش نقى التنقيط تح 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 ظل شيء والله فرخ تح 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 كل تح 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 بس خلت أكل لي حبتين ثلاث من كشها أصلا مش راح تطول يعني الدنيا الشتاية قاعدة بتنقط بس إيش الواحد بيعمل اللي عليه لما جا كشها بنرجع نصور يا أخوان رجعت لكم يا إخوان إخوان دتشت الدنيا قاعدة بلشت رشرش أقوى تطري لها لفتين ثلاثة قل ما فيها عشان الفراخ ما طارتش يومي بتكسر تكسر وهات بدك ترجع تبلش فيها من أول جديد هذا بقول لك إيش فيه شو فيه هي ماله 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 حياته ما طاير بلشته فرخ صغيرة تعال يا عم لا تروح تفسد تعال تعال بتحط تعال استغرب يا الله سبحان الله طبعا تشتي وال نقض بعيني يعني قاعد الدنيا لو اليوم الجو مفيش فيه اشتا طيب بالساعة اليوم بس خلص سبحان الله نصيب بس خلا الطير يحمى جنحها شوي عشان ايش ما تكسر الفراخ طبعا شاد مبين يعني من جنحها فيها مكروبة يعني شو مشكلة ما وصلها سيدنا محمد الدنيا بتشتي يعني
ما بدناش نشد عليها ولا نصفر لها، خليها تطير بس هيك على راحتها. قبل من راحتها صار عرفتها على الكبار يعني، هسه راح تصغر بتنقض بتشتي يعني، والشتا بعيني. هاي تخبينا بالخشة، هاي خليها طايرة، راح حطتها كمان شوي او راح نفتح على الكبار مع بعض كمان شوي، بس مش هسه خليها تطير شوي هسه. خلوكم معنا عشان التلفون بيخرب من الشتا، تلفوني معلعل ما بتحملش اني اظل اصور فيه بالشتا، وبصير يعلق ويكبس لحاله ما عارف شو وينها. هاي فرخ شو ها، اظن الكشامري كسر. خلي مش مشكلة، اذا بدي احط يحط. وهاي طلعت على العالي، نرجع لكم يا اخوان. هاي الكشميري يلا حط، وهاي بدها تحط، بس خليها تحط عشان بلشت تزخ كثير، بدي شمبري جنح. ليش تبي برج جنح ترى؟ اذا انبرى جنحها اكلنا هوا، لما تخلص لما ترجع زي العالم والناس. هاي هاي الدنيا بترعد، هالأرضية يعني بش يعني بتنقط وبتزغزخ هيك على الخفيف. هاي هاي الطائرة، هاي في اثنين كسرن طبعا، لا من يم فتحنا التصوير مع بعض وما صفرتها على الكامل الا ما كشيتها يعني، بس كشيتها. بدها تحط عادي خالص، قاعدة بتلعب. انتو شايفين نشيطة الفراخ، بس اللهم انه ما بدناش بدناش نخسرها بالاشتهاء. هاي فرخ خالص صغير، حط اصلا هذا مش عاجبني وضعه، فيه تعب. هذا مش عاجبني وضعه. هاي المكاوي الفرخ حط، هذا الاصغر شيء. وهاي البوز شر، والمكبي يا سلام يا سلام. عارف اليوم استراحة إلها، ما يظل نشاطات بنتش بلعب. خليها تنتش تلعب براحتها. هسه راح نفتح على الكبار يا اخوان، انه خلص الجو شت يعني، خلى الكبار تتهوى لها تقريبا، لها بيجي اسبوع كامل ما طلعتش من مرة، فحرام خلينا نطلعها. ناش تطير يعني، اهم شي انها ما تطيرش زي هيك. تحي 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 تحي، تعي تعي تعي. والكصميات بتفزي الان حرام هيك. تعي تعي، فزت شدت هاي، هذا ابو عيني حرام. تعي تعي، هاي لاقم بعض الكبار والصغار، ظل ما فزنش هذولا احسن واحسن. بربريسي الاسود على الصمايه، المغبر هذا على الصمايه، حرام حرام والله يطلع. هذول شد، هذا المراسلة كمان على الصمايه ضل كيف تلمو رام اخر رشتين مع بعض يعني، صمايه ورداي، والكبار هي شاده، هاي نزلت هاي الصغار، كبار شادة بدها تمشي هاي. فيها كم من واحد من الكبار هون شادة والله، بدها تروح. تعال يا حبيبتي بكير عليك، تعي تعي. هاي واحد على الصماية كمان حط، هي لسه مش جاهزة الحمام، والله ما هي جاهزة الحمام، مش جاهزة من مرة. تحي تحي، هاي فرخين حطن، جل في القرقاطي توت انه طلع. تحي تحي تحي، هاي مراسلي حط، الله اغلبها الكبيرة، هاي اغلبها كبيرة.
وهذيك فيها كبيرة، هذيك الشاد. فيها كبيرة، كشميري الأسود. وين الكشميري الأسود؟ كشميري الأسود مع القطعة اللي فوق. تحي 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 تحي، خلاص صماي كمان. يا وطيت. تحي 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 تحي، الأبو وابنه. بسم الله ما شاء الله، مكاوي طير حلو، طير قوي المكاوي. إذا وقع على سطح أمورك طيبة طيبة. هالمكاوي بس جبته مخلب بوقر ثلاثة أتوقع أو الريشتين، دار أسبوع كامل، أسبوع كامل ولا حط جريع على السطح، وما صايد حاله، رجع للسطح اللي طار منه. فالبكاويات مخ ما شاء الله حلو. ابو سمرة شر، سلام ابو سمرة، شو هالحطة هاي السريعة سريعة. الله شو اسمه الكشميري شد براسها قاعد. تعي حاج، تعال ناس، بدك تروع على اصحابك، خدم لك شهر شهرين قش ما فيها. اخي هذا مع القصة بصر، كيف حسيت انه جنحان تحذفن. طيب خلص ببين كل شيء. طيب خلص ببين كل شيء. يعني عليه الصماي ينشفها بس. اشي شاد وإشي كاسر، والله ماني فاهم إشي. مهوجة معها الفول. خلنا نسكر الأبواب يا إخوان وأرجع لكم. حاميات مهجهجة معها الفول. داعي اهنيت شو اللي ها طقطق، شو ها شنو بلدي لا اما في صيد اليوم. داعي داعي، شو ها هاي جاي بس اقنصك. اذا بلدي بالحفاي، اذا نوع لا بلدي طقطق. تحت بلدي حط عند البلد. هاي مش ناوي تحط اليوم؟ ايه فيها الهومر الزق، هومر الزق طاير فيها حبيبي. والهواء انسى، بلش يلعب لعب. والله الهوم رايش فين اللي اخر هسه. هذا هسه انتبهت انه معها. شكلك يا ولد راس اول لك تطلع. الله كسر صميات ورجعت نتفت له اياه. الفحول بتطق وبتطير ميمع. شو هذا اللي جاها؟ بعد مش منشف كمان الصماي والرداي. هذا الهومر، هومر جبت طير زق مختوم هيك، صوروا يعني قبل هالمرة، صوروا مسبقا يعني. هي هي بدي احط، شايفينه هذا؟ ما توقعتش انه طير حمام اصلا، اكل بروك وطلع منه كمان فرخ بس. والله ما بعرف اذا انه طير حمام ولا مش طير حمام، ولا هو جرد حاله بحاله، والله ماني عارف.
والله ماني عارف. تحت 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 تم فيها بلدي ابيض. وهاي الكشميري حط شو اللي ظل الطيران. هاي الهومر ظلوا طاير. تحت تحت بلدي لا راح ما حطش البلد. هذا من الفراخي هذا الصغار. هاي حط هسه شفيت شفتوه. هذا من الفراخي هذا بس عرس خنزير. هذا كلها تقريبا حطها. يلا خذي راحتك اليوم يومك. ترى الله يغرق كلها زاقها وماخذ منها فراخ. خلاص الحميان هذا ما حن. خلاص فرخ دارك بيطلع نار. طلع حريق عندك. هذا فرخ داري هذا الفحل. وهذا اللي نزل هسه فرخ داري. الغريب لا ما فحل لي شيء وتلاقيه لابد. هذاك فرخ داري. وهذا فرخ داري. ولع زغر فندقن وهن مخاليف صغار. فأدبت بطل الفندقات وشكل من يرجع لفندقن. فاليوم كل واحد بنام بتنكه يا حبايبي وبدون عشاء كمان. يا سلام اليوم بتنامن كل واحد بتنكه وبدون عشاء عشان اذكركن اذا نسيتن. والله مرتين يم على يومين انيمهم بلا عشاء وبتنكه كل طير بتنكه. صار نطلن على بعض لفن وجوهن. انزم هجه جماح. هذاك الخبيث حط وراء السلك الفرخ هذا خبيث خبيث هذا ما بيرضى يحبس. مستحيل يحبس. اطلع الفرخ الصبح وتحبسه مستحيل يحبس. لو شو ما تسوي فيه مستحيل. هاي كلها طالع. وين اليهودي الازرق وين 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 هاي هاي على الحرف. هاي صحيح انه واطي هذا بس صلاة النبي وجهه جميل. وفرخ يهودي ازرق وبس والباقي كله خس. كله خس كله كله خالي. انسى انسى بس ازرق. بس ازرق بس ازرق واقطع. انا يوم اشوف يهودي ازرق بالسوق لازم اجيبه. المشكلة بيرجع بيجي واحد بالسوق بيحرجني وبيشتريه مني. لا ان شاء الله خلص بدي اعمل لكم 50 يهوديات زرق. قطعت يهوديات زرق ان شاء الله. يعني اللي بدك يشو بده يكون انتاجي. يعني الاهالي راح اجيب كم من واحد عشان بدي اعلي البذره. يعني صلاه النبي طلعت فرخين يعني اسطوريات السنه هاي بس لسه ان شاء الله بدي اطلع اعلى من هيك. شايفين هذا هذا انتاجي ما شاء الله. هذا انتاجي. وهذا اخوه. وين اخوه نزل. هي ابوهن. وين ابوهن ابوهن وين يا جواد ابوهن. والله ما شايف ولا هذا كوه. هي جنب النوري بس هذا الصغير. هي هي على الحرف. هي زغرنة هذا ابوهن. قوم هنا يا مع الطوايا. هلا ان شاء الله بفندق. شو هو؟ يهودي الازرق بفندق؟ لا ما اظنش بدي فندق. شو بدي فندق فيه؟
قاعد بفحل الفندق بوكل الحفاي. طبعا اتوقع انه هيك صرت مصور فوق العشرين دقيقة، فاذا انه صار ما صار واشتهى الدنيا بنصور لكم، اذا ما صار بتكون لهنا نهاية حلقتنا. راح تشتهي بس اتوقع انه ما خلص يعني ما راح الحق اصورها، تكون نهاية حلقتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.